السلام عليكم. عندك انخفاض في ضربات القلب، عندك امساك مزمن، عندك برودة بالأطراف، حساسية خصوصا من الأجواء الباردة، تحس أنك ما تحب البرد لأن تجيك برودة قارسة بالأطراف، عندك زيادة في الوزن، عندك قلة تركيز، ضعف الذاكرة، عندك جفاف في الجلد أو في الشعر، عندك آلام في العضلات، إرهاق سريع. وش الأعراض هذه المختلفة وتجي كلها؟ أكيد لها سبب. تعالوا خلونا نعرف. في عندنا غدة اسمها الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هذه توجد تحت تفاحة آدم، شكلها شكل فراشة، تعتبر من الغدد الصماء المهمة جدا في عملية النمو البدني والجنسي أيضا، لذلك تعتبر مهمة في النمو، في عمليات الأيض، في حرارة الجسم، لها دور مهم جدا في الجسم. هذه لو اختلت الغدة بإفراز الهرمونات، سواء في زيادة الهرمونات أو قلة الهرمونات من الغدة، هذه لها مرض. الأعراض اللي ذكرناها لما تقل هرمونات الغدة الدرقية، لذلك اليوم نتكلم عن شيء اسمه قصور أو خمول الغدة الدرقية. طيب، من هم الأشخاص اللي معرضين يجيهم قصور أو خمول الغدة الدرقية، أو وش الأسباب بالضبط؟ هي لها عوامل جينية وفي عوامل تكون بيئية. غالبا هي جينية، مثل اللي تكون عندهم أمراض مناعية، أحد الأهل أو أحد الأقارب عنده مرض في الغدة الدرقية، سواء ارتفاع أو انخفاض الغدة الدرقية. غير ذلك اللي أخذ علاج إشعاعي، غالبا اللي سرطان مثلا وتعرض إلى إشعاع سواء في الصدر أو الرقبة، أو اللي صار له مثلا عملية جراحية في إزالة الغدة الدرقية أو جزء منها، أو اللي يستخدمون علاجات نفسية مثل الليثيوم، هذا أيضا يؤدي إلى انخفاض أو خمول في الغدة الدرقية. الآن نجي للشيء المهم اللي هو مضاعفات خمول الغدة الدرقية. لما شخص عنده مثلا خمول في الغدة الدرقية، وش اللي يجيه بالضبط لما يتجاهل ذلك؟ أول حاجة، في حاجة تسمى هرمون منبه للغدة الدرقية، هذا يفرز من المخ. لما عندك يكون نقص في الهرمونات اللي تفرز من الغدة الدرقية اللي احنا تكلمنا عنها، أو فشل في الغدة الدرقية أيا كانت الأسباب، الهرمون هذا من المخ يزيد، يحاول يحفز الغدة الدرقية على أنها تفرز الكمية الكافية، وهي ما هي قادرة تفرز الكمية الكافية، فلذلك يحصل عندك تضخم في الغدة الدرقية. إذا حصل عندك تضخم في الغدة الدرقية، أدى إلى عندك صعوبة في البلع، صعوبة في الشرب، فتؤدي إلى عملية جراحية. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لما الهرمون يزيد هذا تبع منبه الغدة الدرقية، في المخ راح يزيد ويحفز معه هرمون الحليب اللي يسمى ببرولاكتين. هرمون البرولاكتين هذا إذا زاد أدى إلى العقم. الشيء الثالث أيضا، الأشخاص اللي عندهم انخفاض في الغدة الدرقية تلقى عندهم ارتفاع في الكوليسترول. إذا ارتفاع في الكوليسترول يؤدي إلى أمراض في القلب. شيء إضافي قلنا أيضا زيادة في الوزن. طيب، الشيء الرابع والأخير، أمراض تخص النفسية. يعني تلقى عنده اكتئاب، الشخص اللي عنده انخفاض في الغدة الدرقية تلقى عنده يا طويل العمر قلة نوم أو أرق، فهذه كلها تجي نتيجة إهمالك للغدة الدرقية، ما هي بقادر تفرز الهرمونات الكافية. علاج قصور الغدة الدرقية بسيط جدا. بعد ما يتم تأكيد تشخيص أنه فعلا هذا الشخص عنده خمول في الغدة الدرقية، أخذ تحاليل خاصة للغدة الدرقية والأعراض اللي احنا ذكرناها، خلاص يأخذ هرمون مكمل للغدة الدرقية، يأخذه بشكل خارجي، حبوب تأخذ عن طريق وصفة من الطبيب. أتمنى أني قدرت أفيدكم موضوع قصور الغدة الدرقية. تكلمنا اليوم عن الأعراض، تكلمنا عن الأسباب، تكلمنا عن المضاعفات، وتكلمنا عن العلاج. الموضوع القادم بمشيئة الله عكس موضوع اليوم اللي هو ارتفاع في الغدة الدرقية، النشاط والفرط الزائد فيها. أتمنى أني أفدتكم، لا تنسونا النشر. في أمان الله الكريم.